عندي القائمة، ولكن من اللياقة مع المرشحين الآخرين ما نقدرش ندير اجتماع انتخابي ونعطي فيه مشاريع. ما تجيش. إذن إن شاء الله إن شاء الله من بعد الانتخابات، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزعه من تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير إن شاء الله. إذن بالنسبة للحاجيات نتاعكم تمشي مع التنمية على المنطقة،